تذهبي أول مرة تطعمين فيها ابنك؟ نعم، ولكنها ليست الأولى لابني، إنما جئت لكي أعطيه الجرعة المنشطة. إذن عليك أن تتذكري الموعد لابنك. أعتقد أنهم يكتبون كل شيء في بطاقته. نعم، ويحددون موعد الطعم القادم. كيف الحال يا نعيمة؟ الحمد لله. ها، ما الأخبار؟ ذهبت اليوم مع الأولاد لإعطائهم التطعيم ضد شلل الأطفال. نعم، والطفل الصغير أيضا. لا لا، لم يحدث له شيء. ماذا؟ لا لا يا نعيمة، كيف تقولين هذا؟ أقول لك إنني سمعت أن الولد الصغير جدا تكون لديه الحماية الطبيعية، فلا داعي إذن لعلاجه بالحقن والطعومات. أنا؟ كلا، لم أذهب بعد، إنني كسولة بعض الشيء كما تعلمين، وأظن أن حملة التطعيم ما زالت موجودة. ها، متى سأراك؟ الآن نحن في شهر مايو، وبعد شهرين نكون في شهر يوليو. أنت الثروة الحقيقية التي خرجت بها إلى الدنيا، بارك الله فيك وأنعم عليك الصحة والعافية يا رب العالمين. من بدرية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله، تفضلي. شكرا. الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. يعني أن لم أسأل عنك لا تسألين. أنا كسولة كما تعلمين، وأنت صاحبة فضل. المهم أخبريني، كيف حالك وحال الأولاد؟ الحمد لله بخير، هم بخير. أما زوجي فقد اتسعت تجارته والحمد لله. أين أولادك؟ ناتي عليهم ليلعبوا مع عبد الله. ممكن الصغيرة فقط، أما الكبير فهو مسكين، مريض قليلا منذ الأمس. سلامات، ما به؟ أبدا، عنده ارتفاع في درجة الحرارة ووجع في الأطراف والرأس، هكذا يقول. وأنت تعلمين الأطفال كيف يبالغون. لكن من الأفضل إن لم تتحسن ألا تهملي فيه يا نعيمة، إنهم فلذات أكبادنا. إن شاء الله. المهم أخبريني، ما هي أخبار التخفيضات؟ أنا زلت تعبانة؟ صافي. ماذا فيها؟ لا أستطيع أن أحركها. ماذا؟ منذ متى؟ اليوم فقط. ماذا أفعل وأبوك مسافر والسيارة معه؟ أبدرية، لا يوجد غيرها. نعم. ألو؟ أيوة يا نعيمة، متى حدث هذا؟ اهدئي يا نعيمة، أنا قادمة إليك فورا كي ننقله إلى الطبيب.
هل أنت متأكدة أنك قد قمت بتطعيم ابنك؟ لا، لقد نسيت موعد الطعوم. لماذا يا دكتور؟ ماذا أصاب ابن نعيمة؟ للأسف لقد هاجمه شلل الأطفال في ساقه. كيف؟ إنه لم يشكو سوى من ارتفاع في درجة الحرارة ووجع في الأطراف والرأس. إن الأعراض الأولية لهذا المرض اللعين مع كثير من الأمراض بعد ذلك يستيقظ الطفل وقد شعر بتحسن، لكن يصيبه شلل في عضلة واحدة أو مجموعة عضلات وفي طرف واحد أو أكثر. وابني؟ ابني يا دكتور ماذا أصابه؟ للأسف هاجمه المكروب في ذراعه. ألا يوجد علاج لهذا المرض يا دكتور؟ مع الأسف كل ما نستطيع أن نقدمه هو تأهيله عن طريق العلاج الطبيعي حتى نقوي عضلاته. مجان تملى العين. قناة مجان تملى العين. يوجد في أسرتكم أو معارفكم أو أقربائكم مريض بشلل الأطفال؟ لا أبداً. أخوي الكبير سلامتهم؟ لا لا يوجد. لا يوجد. لا والله يعني على علمي ما عندنا أحد بالعائلة عنده شلل الأطفال. لا الحمد لله. لا الحمد لله. لا. هل تحرصين بنفسك على تذكر مواعيد تطعيم أولادك من مرض شلل الأطفال؟ نعم طبعا، وبكون عاملة حسابها قبلها بمدة كمان علشان ما ننساهوش. أكيد. نعم إن شاء الله في المستقبل. نعم بالطبع. أيوة طبعا شيء أكيد. لا يوجد. أيوة
سيداتي آنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الصحة والمجتمع. نرحب بكم أجمل ترحيب. موضوع اليوم موضوع حساس وهام، نتحدث فيه عن مشاكل صحية بتهم كل أسرة. صحيح يجوز من اسم المشكلة قد تكون محصورة بفئة معينة من الناس، لكن الحقيقة هي بتهم الجميع، وبتهم كل أسرة، وبتهم كل مجتمع، وبتهم كل طفل. ولهذا راح نتحدث عن الموضوع هذا من بدايته حتى نعرف كيف نتعامل معاه بالشكل الصحيح. ولهذا يسرنا أن نلتقي اليوم مع الزميلة الدكتورة مريم جميل غبريال. فأهلا وسهلا دكتورة. أهلا بك. أهلين فيك دكتورة. إحنا قبل شوي شفنا المشاهد التمثيلية اللي بتحكي عن هذه المشكلة الصحية، وحبينا نأخذ ملاحظاتك، شو انطباعك أو أهم الانطباعات، أهم النقاط اللي بتحب تعلق عليها في هاي التمثيلية اللي شفناها قبل شوية. هي المشاهد بثلاث حاجات، ثلاث نقاط مهمة. هي أمهات بتطعم أطفالها في المواعيد، وأمهات ما بتطعمش أطفالها، وطفل بيتعرض للإصابة وبيبقى طفل مصاب. مصاب. خلينا نبدأ في النقطة الأولى اللي هي المظهر الإيجابي لهذه التعامل مع شلل الأطفال. والحقيقة هذا بنطبق مش مع شلل الأطفال، بنطبق مع أمراض كثيرة أخرى اللي إلها مطاعيم. لكن مدام إحنا بنحكي عن شلل الأطفال، شو بتفسرنا هذا المظهر الإيجابي للأمهات اللي لهم مواقف إيجابية وبطعموا أولادهم؟ يعني كيف يكون عملية التطعيم؟ هي عملية التطعيم طبعا موقف إيجابي زي ما أنت قلت، لأن كل أم بتولد أي طفل بيدوها في المستشفى كارت مراجعة للأطفال بمواعيد التطعيم، مش بس شال الأطفال، لكل التطعيمات. نعم. فالأم الواعية اللي هي عارفة خطورة أي مرض المفروض تلتزم بالمواعيد دي، ولازم تطعم طفلها في بالنسبة لأي مرض وشال الأطفال بالذات في المواعيد اللي مكتوبة لها في الكارت حسب تاريخ ولادته. نعم. فده طبعا مظهر إيجابي يدل على وعي الأم. هذا صحيح اللي شفناه إحنا قبل شوية بالتمثيلية. طيب شيل الأطفال كهذا المطعوم كيف يعطى؟ ده بيعطى في صورة نقط، يعني ما لا إبر ولا أي حاجة، نقط في الفم، فبتبقى سهلة جدا للطفل وللأم. طبعا أنا سألت هذا السؤال حتى نقول الفرق الشاسع بين أنه طفل ممكن يصاب بشيل الأطفال ويصيبه إعاقة، وبين إجراء بسيط يعطى عن طريق النقط، عن طريق الفم. يعني عملية سهلة جدا بتكون. أكيد طبعا عملية سهلة. طيب بالنسبة للنقطة الأخرى، قلتي هناك بعض النساء أو بعض الأمهات اللي لهم موقف سلبي. هي الموقف السلبي في التمثيلية أن في أم متخيلة أن الطفل الرضيع مش مفروض يتطعم لأنه عنده مناعة طبيعية. طبعا ده اعتقاد غلط، لأن ما كانوش عملوا الطعم، ومعظم الأطفال اللي بيصابوا شلل الأطفال بيبقوا أطفال صغيرين. هو شلل الأطفال ممكن يصيب أي فئة، لكن أكترهم الأطفال الصغيرة، فعند الولادة في طعم لازم شلل الأطفال مهم. طيب بدي أسأل دكتورة، الحقيقة في بعض الناس كمان عندهم هذا الادعاء، بقولوا هاي إحنا ما طعمنا وما صار فينا إشي، وجدادنا كمان ما طعموا وما صار فيهم إشي. فإيش تعليقك على هاي الملاحظة، إنه ليش هلأ بناخذ مطاعيم بينما أول ما كانوش يخذوا مطاعيم؟ لا، هو زمان كان أكيد في الإصابة موجودة، بس يمكن ما كانتش تعرفت سببها. بالنسبة لشخص مثلا ما بيقولك ما أصابش بالشلل، الشلل بيجي في ثلاث صور. أسوأ صورة ليه اللي هو صورة إن هو الطفل بيفقد الحركة في رجليه أو في إيديه حسب الجزء المصاب. فمش معنى كده إن هو ما فيش، ده معنى كده إن في تقدم، وإن لازم نعمل توعية. وده إحنا مش هنخسر حاجة لما نعمل وقاية ضد مرض احتمال كبير يجي، صحيح احتمال ما يجيش، لكن احتمال أكبر إنه يجي. بالضبط. وممكن الحقيقة في السابق كانوا الناس اللي صابوا بالشلل اللي الحياة والطبيعة كانت تقضي على حياتهم وروحوا، أكيد ويكونوا عايشين بشلل الأطفال بشكل عادي. الناس اللي عنده مناعة كان عايش، لكن هلا حاليا بنقدر نحمي حتى الإنسان اللي ممكن يتعرض لها الإصابة. أكيد، لأن طبعا زمان كان في أمراض كتيرة الناس ما كانتش عارفة سببها ومش عارفة طرق الوقاية منها، وكانت ناس تموت ومش عارفة أن أصابت بإيه. لكن دلوقتي طبعا مع تقدم العلم وصارت التطعيمات دي مهمة وضرورة، منها شلل الأطفال، فلازم الأم تحرص على إعطاء شلل الأطفال. حتى أنت ذكرتيني في موضوع يقال مثلا هل السرطان هو مرض جديد ولا كان موجود من أول؟ السرطان موجود الحقيقة من أقدم الزمان، لكن يجوز قوته وانتشاره ما كانش بهاي الدرجة. هو يعني كمان تشخيصه ما كانش بيبقى معروف. نعم. فناس نعم. كتير كانت تموت مش عارفين السبب. دلوقتي مع العلم والتكنولوجيا في الطب ابتدت تعرف أسباب الوفيات. صح. فابتدوا يعملوا الإحصائيات والدراسات والتطعيمات عشان توقي الإنسان. يعني
يعني العلم هلا حاليا بيقدر يشخص الحاله المرضيه ويعرف انه هذا سبب المرض ليش. في السابق يجوز على سبيل المثال الزايده الدوديه، كان الانسان اصاب بالدايز يصير معاه انفجار وموت ومش عارفين شو سبب الموت. اكيد طبعا امراض كثيره كده. امراض كثيره وكاتنه بنيجي على الحاله المرضيه. يعني الحاله المرضيه للطفل المصاب بينه هنا في التمثيلين هو معاق، مش قادر يجري، مش قادر يلعب، وصاب رجليه ما قدرش يتحرك. طبعا دي الاعراض النهائيه للمرض. فالمرض كمان بيجي في ثلاث صور، في صوره ممكن تبقى صوره خفيفه جدا حتى ما يقدرش يفرقها عن الانفلونزا، يعني صداع وحمى وزور يوجع شويه وده بيخف، ده ما بيسيبش اي اعراض. في نوع تاني بيجي شكل اشد شويه مع وجود ان الرقبه والظهر بيبقى جامد، يعني الطفل ما بيقدرش يحركهم، ده يا اما بيروح وبيخف خالص وما بيسيبش اي اعراض، يا اما بيكمل بيتطور للمرض اللي هو في اعاقه في الرجلين وما بيقدرش يتحرك. يعني كذا صورة للمرض، فهنا في الصورة أشد صورة اللي هو الإعاقة اللي حصلت. بالنسبة لجراثيم شلل الأطفال بالذات، ما هي الخلايا اللي بتخربها؟ يعني بتعرفي كل مرض له أو كل نوع من أنواع الجراثيم إلى حاليا مناطق بتركز فيها. مثلا عندك التهاب الكبد الوبائي بتيجي هاي الفيروسات على الكبد الوبائي. بالنسبة للبلهارسيا بحسب نوعها كمان أيضا بتيجي على البلهارسة البولية وغير البولية. فكل بتلاقي نوع مثلا بالنسبة للسل قسم كبير منه بيجي بالرئة. فهذه الجراثيم اللي جراثيم شلل الأطفال بالذات وين تركز، على أي خلايا؟ هي الأول الجراثيم بتتنقل عن طريق الفم. نعم. وعن طريق إن عدم النظافة الكافي وعدم أسلوب الصحي في الصرف الصحي وفي الحاجات دي كلها، يعني النظافة في الناس اللي ما عندهمش نظافة درجة كافية. فبتيجي عن طريق الفم. فبيبقى الجرثوم موجود في ثلاث حاجات، بيبقى موجود الأول في الزور، وبيبقى موجود في البراز بتاع المريض، وبيبقى موجود في الدم. لو ما بيصيب الدم بيروح للنخاع الشوكي وبيروح لجزء، ممكن جزء في الدماغ. فلما بيحصل يعني تلف في خلايا معينة حسب الخلايا وحسب تركيز الفيروس ما بيشتغل على حسب ما بتحصل الإصابة على مكانها. ما بالضبط، يعني إحنا فيروسات أو جراثيم شلل الأطفال تؤثر على الخلايا الجهاز العصبي وتتلفها بحيث أنه بطلع عنا شلل الأطفال. بينما خلنا أقول بالنسبة للأمراض الأخرى، يعني إحنا بنقول شلل الأطفال دائما بندرج ضمن الامراض الاخرى اللي لها مطاعيم، مثلا زي الدفتيريا وزي الحصبه وزي السعال الديكي، في حاجه زي الحصبه الالماني العاديه، يعني في امراض كثيره. فده بالذات الفيروس ضد الشلل بيمنع ان هو يجيله اصلا الشلل ويسيب النخاع الشوكي بتاع الطفل. بتعرف حتى في بعض الدول حاليا في دول العالم، يعني كثير من المجتمعات حاليا مضى عليها كذا سنة ما فيها ولا حالة شلل الأطفال، مما يدل إنه دور التطعيم، فريد شحين عن دور التطعيم الحقيقي والواسع والمهم في حماية الأطفال والأجيال من الإصابة بالعديد من الأمراض. هو التطعيمات طبعا لها دور كبير، زي مثلا الجدري زمان اللي كنا بنسمع عنه، دلوقتي التطعيمات طبعا قضت عليه. برضو شلل الأطفال في مناطق كتيرة ما بيصابش بيها، لكن كمان في مناطق موجود زي المناطق اللي هي الحارة اللي هي التروبيكال أريا، فبتبقى موجودة. بالنسبة للتطعيمات الدول كلها لازم بتطعم، لأنه بيبقى حماية للطفل وحماية للمجتمع بصفة عامة، لأن عدد المصابين فيه بيقل وعدد الإصابة والإعاقة بتقل. فده يعني الإعاقة كل ما كترت كل ما بيعمل حمل على الدولة إنها لازم تعمل تأهيل للمعاقين دول، وحمل على الأسرة إن هو بيبقى شخص معاق محتاج حد يعني يخلي باله منه، هو ما بيقدرش يبقى شخص قادر يصرف على نفسه ويبقى له دور فعال كعمل. فالدول عشان كده بتحرص، وفي دول كتير اتقضى منها شلل الأطفال. انت ذكرتين الحقيقة موضوع جيد جدا بالنسبة للجدري. الجدري بتعرف تم القضاء عليه نهائيا، وآخر حالة جدري في العالم كانت سنة 1977، وكان مصاب فيها الحقيقة طباخ بيشتغل في إحدى المستشفيات في الصومال اسمه علي ماوي معالين. يعني هذا إثبات أنه الجدري كان يقضي على الملايين، إذا إحنا اتبعنا وسيلة التطعيم السليم ممكن نقضي على شلل الأطفال أو على الحصبة أو الأشياء كثيرة ممكن نقضي عليها. أكيد زي شلل الأطفال مناطق كتير قل منها، حتى مناطق حارة قل منها كتير نتيجة التطعيمات. وفي دول كتيرة بتنزل كل سنة إحصائيات بعدد الإصابات وعدد التطعيمات ونسبة الناس اللي اتطعمت ومن نسبة المواليد، فدي طبعا صورة حضارية لازم كل الناس. لا شك. طيب دكتورة، أهمية المحافظة على إعطاء المطاعيم في وقتها، يعني الدراسات يجوز بتبين عنا إذا بتلاحظي دائما أنه عدد النسبة ضخم جدا في المطعوم الأول،
المطعوم الثاني بتقل شوي، المطعوم الثالث بتقل شوي، وهل مجرة كيف احنا لازم ننبه الاخوه والامهات الاخوات والاخوان انه ضروره الالتزام باعطاء المطاعيم في اوقاتها؟ هو طبعا لازم المطاعيم لان ليها جدول في الجسم وازاي ماشيه حسب يعني طريقه الطعم نفسه نوعه، اذا كان هو فاكسين مطعم او مقتول. فيعني الجدول اللي محطوط ده مش محطوط عفوي، ده بيبقى له اصلا دراسه ونتجت عنده دراسات. فالام في الاول الولاده بتبقى مهتمه بالطفل، بتروح تدي التطعيمات وبتاخد الكارت. بعد كده بتلاقي الطفل يعني صحته كويسه وكده، احتمال كبير تنسى وتنشغل واهتمام يقل اهتمامها بالمطاعيم. لكن طبعا المطاعيم دي مهمه جدا، لازم تتاخد اهم حاجه في مواعيدها، الا لو الطفل مثلا عنده حاله مستعجله زي مثلا حراره عاليه، مرض يمنعه انه ياخد التطعيم، ساعتها بتروح للدكتور هو بيديها الميعاد اللي بعد كده. بتاجل المطعم، بتاجله بس ده يعني في الحالات القصوى مش في كل حاله. يعني خلينا نركز على الاخوان والاخوات اللي بيشاهدونا حاليا، انه نقول لازم اخذ المطاعيم في اوقاتها بشكل منتظم ما لم يكون في عائق، الدكتور هو اللي بقرره، اما مش الاب والام لحالهم بقرروا انه يعطوا ما يعطوا. لابد من اخذ المطاعيم في اوقاتها حتى ما يصاب الابن بحاله مرضيه من الحالات هاي. طيب في حالات ايضا حتى الام مفروض تاخذ المطعوم، يعني مثلا مطعم جايبين سير زي المطعوم المضاد للحصبه الالمانيه، زي مطعوم الحصبه الالمانيه ومطعوم الجزاز اللي هو التيتانوس، ده بيتاخد الام وهي حامل وبيتاخد كمان جرعه منشطه. طبعا التطعيمات اهم حاجه مواعيدها سواء بالنسبه للام او للطفل. يعني احنا بهمنا كمان هون نبرز انه حتى تطعيم الام ضد الحصبه الالمانيه وتطعيم الام ضد الكزاز مش بيحميها بس هي، بيحمي ايضا الجنين بالذات، لان مثلا الحصبه الالمانيه خطورتها مش في انه بيجي لها فيروس، خطورتها ان الطفل لما هي بتبقى حامل خصوصا في اول 3 شهور بيطلع معاق وفي تشوهات خلقيه كبيره جدا بتعمل له اعاقه في المستقبل لما بيكبر. هذا صحيح. طيب دكتوره احنا هذا المرض بنسميه شلل الاطفال، هل هو فعلا شلل الأطفال فقط محصور بهاي الفئة العمرية ولا يمكن أنه يصيب فئات أخرى وليس من شلل الأطفال؟ لا هو بيصيب فئات كتيرة وكل فئات، بس معظم الأعداد بتبقى في الأطفال عشان كده بيسموه شلل الأطفال، لكن هو بيصيب مختلف الأعمار. مختلف الأعمار فعلا، وحتى مشهور إحدى رؤساء الدول في أمريكا أعتقد هو روزفلت كان مصاب بشلل الأطفال وكان رئيس جمهورية، لكن معروف أنه هذا الشلل على أساس أنه معظم من إصابات الأطفال بسموه شلل الأطفال. بدي أقول بالنسبة لموضوع نقطتين نحكيهم لو سمحتي حاليا. النقطة الأولى عملية العدوى، لأنه إذا عملنا العدوى نبرزها بشكل أوضح، لأنه إذا عرفنا طريق العدوى بنعرف طريق الوقاية. العدوى بالضبط بشلل الأطفال كيف تتم؟ هو شلل الأطفال بيسببه فيروس معدي جدا، وسبب إصابته أساسا أنه في المناطق اللي هي فيها نظافة قليلة، سواء بصفة عامة زي المجاري وزي النظافة والمناطق اللي فيها نظافة شخصية قليلة مع ضعف البنية بتاعت الطفل اللي بيصاب بيها. الفيروس ده بيتكسر أساسا، يعني بيتنقل عن طريق الفم، نعم، عن طريق البراز اللي هو بيبقى مصاب والطفل ملوث وبيجي عن طريق الفم، فأصلا بيحصل له تكاثر في يعني في الزور بتاع الشخص المريض، خصوصا لو الشخص يعني الطفل بيبقى مثلا عامل عملية لوز قريبة أو عامل أو واخد تطعيم الدي بي تي قريب أو يبقى عامل مجهود عضلي كبير فمقاومته أصلا ضعيفة. فدي يعني أسباب الإصابة الرئيسية هي النظافة، عشان كده حتى هو أقل من دول العالم ما ابتدت الناس تتقدم وتعرف فايدة النظافة وطرقها وحسنت المجاري والصرف الصحي، كل الحاجات دي تحسنت فقل كمان المرض. يعني احنا بناخذ القاعدة العامة، هي موضوع أن النظافة هي بشكل عام تحمي الإنسان من كثير من الأمراض بما فيها شلل الأطفال. شلل الأطفال معظم الأمراض أصلا كثير منها إذا الإنسان قدر يضبط موضوع النظافة بيقدر يعني يحول من إصابة كثير من الأمراض تصيبه. هذه نقطة. النقطة الحقيقة اللي ممكن نحكيها أيضا العلاج، يعني حتى نخلي الإخوان يعوا جيد أهمية المطعوم لازم نقولهم هل هذا المرض له علاج؟ هو المرض ده ملوش علاج خالص، يعني حتى في الأعراق في الحالات اللي بيجي مش معروف ان هو شلل الأطفال بيبقى علاجه بس الحرارة، لو وجع الرجلين بنحط كمادات حاجات كده، لكن الطفل اللي بيصاب في بعاقة هي علاجه الوحيد التأهيل والعلاج الطبيعي، فمالوش علاج يعني يقضي عليه ويقدر الإنسان يتحرك كأنه مش مصاب. بهذه الجمل أيها الإخوة والأخوات اللي هي عبارة عن تحذير، منقول إنه شلل الأطفال إذا صاب الخلايا العصبية وأتلفها خلاص تلفت وصار الشلل ما إله علاج، لكن أهم من العلاج في الوقاية
هي مجموعة من النقط بسيطة نعطيها للطفل بشكل منتظم، بتحميه من الإصابة من هذا المرض، بتحميه من الإعاقة، بتحميه من المشكلة اللي ممكن تصدر سواء بالنسبة له أو بالنسبة للأسرة أو بالنسبة للمجتمع. فقط عملية التطعيم، وإذا كل واحد منا حافظ على التطعيم بعد فترة من الزمن راح نقضي على هذا المرض إن شاء الله زي ما تم القضاء على الجدري. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الصحة والمجتمع، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للزميلة الدكتورة مريم جميل غبريال، ونرجو أن نلتقي في حلقة قادمة. وشكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.